مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 14 للاحد 20 شباط فبراير؟ شو في عنا بهذا الاسبوع؟ حدث كثير 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 مهم هذا الاسبوع، وهو وصول الشمس لبرجكم يوم الجمعه المساء، تحديدا 7:15 المساء توقيت بيروت الشتوي. كما انه الحدث الثاني هو نهار الاربعاء، هو اكتمال القمر في برج الاسد يلي هو بالنسبه لكم بيت الشغل. كيف بده يكون هذا الاسبوع؟ قبل ما ابدا حابه اقول لكم انه رجاء لازم ترجعوا تسمعوا برجكم الشهري، يعني برجكم لشهر شباط فبراير حكي عنه انا، انه نحن هلا رح ندخل بالجزء الثاني من شهر شباط فبراير اللي هو مختلف كليا عن الجزء الاول، رجاء ارجعوا احضروا، حاطه اللينك الرابط لحتى تقدروا ترجعوا تحضروا كله لتعرفوا شو قصتكم، رح تتغير الامور، رح تكونوا مبسوطين جدا. خلونا نبدا. الاثنين ثلاثة والاربعة القمر موجود ببرج الاسد ابتداء من الاثنين الساعة 1:30 الظهر توقيت بيروت. وجود القمر في برج الاسد واكتمال القمر في برج الاسد يوم الاربعاء المساء تقريبا بيضوي على الكثير من الملاحظات اللي عندكم اياها، التعليقات، العلامات الاستفهام يلي الناس عندها اياها، في شغل كتير، في تعب كتير، هي فترة متعبة، بدكم تنتبهوا كان للصحة أو نوعية العمل. تذكروا إنه الشمس هلا موجودة برج الدلو، يعني الجو بطيء، لما القمر يكون فول مون ببرج الأسد، هيدا معناتها إنه بدكم تنتبهوا على الأمور الصحية، لأنه احتمال إنكم تتعبوا بسرعة، ما تفكروا حالكم إنكم نشيطين مثل العادي، مثل الأول، لا، يمكن تحسوا حالكم إنه بدكم ترتاحوا، بدكم تاخذوا شغلة بدل شغلتين لتشتغلوا فيها، بدكم نتفة وقت، فانتبهوا لهذه النقطة. ولانه فول مون في برج الاسد هذا معناته انه في مساله اكتملت، فيمكن بدكم حدا يساعدكم لتخلصوا شغلكم، كونوا منتبهين. طبعا الاثنين 14 شباط فبراير معكم لل 1:30 صباح 1:30 الظهر توقيت بيروت، هي فتره جميله لتستفيدوا منها بسبب وجود القمر ببرج السرطان المائي. بنكمل الخميس والجمعه القمر موجود ببرج العذراء. قمر برج العذراء يعني عم يواجهكم، الشمس موجودة برج الدلو يعني بفترة كتير ضعيفة فيها ركود، وفي أعداء وفي أخصام وفي منافسين بوجهكم، بدكم كتير تكونوا حذرين. الخميس والجمعة يومين غير مناسبين لحتى تعرضوا كتافكم مثل ما نحن بنقول، أو إنكم تجاسفوا، كونوا جدا حذرين. فترة صعبة، فترة متقلبة، فترة فيها مجازفات، ومعقول تسببوا لحالكم مضايقات، يمكن الناس تتحديكم، بعدوا عن التحديات كليا، خلوا ابتسامة على وجهكم، انتبهوا وما تقولوا ما قلت لكم. السبت والأحد الشمس هون صارت ببرجكم، ترتفع المعنويات حتى من دون ما تعرفوا تشتلقوا، ترتفع المعنويات بقوة. الشمس الموجودة ببرج الميزان هو البيت الثامن، يعني ببلش تتحلحل الأمور، وبلشوا تحسوا إنه خايب، بلشت تتحلحل وبلشت الأمور تزبط. فالسبت والأحد هني يومين مهمين حلوين، بتعوضوا فيهم عن تأخير، عن تعب، عن زعل، عن أمور عديدة متقلبة ترتاحوا فيها وتقولوا خي راح الهم، وكأن صيفت، وكأن راحت هالغمامة أو راحت هالغيمة، وتبلش الأمور تتحلحل. رجعوا رجاء لبرجكم الشهري، برج الحوت شهر شباط فبراير، اسمعوا لأنه الجزء الثاني رح بيكون أحلى من الجزء الأول. الجزء الثاني يبدأ الجمعة مساء رجاء. كوكب المشتري لحسن الحظ بعده معكم، بيعطي تأثيرات كثير حلوة هالأسبوع لمواليد 28 شباط فبراير ل 3 أدار مارس. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، نلتقي مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.